اليوم احنا بننظم سميناه برنامج الفعاليات والأنشطة المسائية. هذا البرنامج نظمناه حتى نحافظ على أطفالنا بالتحديد في البلدة القديمة ومحيط البلدة القديمة حتى يكونوا متواجدين في بيئة صحية آمنة. من خلال هاي البيئة بيجوا بيمارسوا مجموعة من الأنشطة والفعاليات، بتدربوا على مهارات جديدة، وبنفس الوقت بفرغوا طاقاتهم الموجودة بطريقة سليمة وصحية بوجود مدربين متخصصين بالمهارات المختلفة. اليوم في عندنا أكثر من 250 ل 300 طفل، جميعهم متواجدين في هاي الأنشطة والفعاليات، وكان في دور جميل ومميز لوكالة بيتمان القدس الشريف اللي دائما هي بتساند أنشطة وفعاليات برج اللقلق من خلال توفير مجموعة من الفعاليات المسرحية والمنتفخات وغيرها من الأنشطة والفعاليات. كنت بمخيم صيفي، جربت أشياء جديدة وكتير استفدت من الأشياء اللي جربتهم، وتعرفت على ناس كمان جديدة، وبشكر بيتمان القدس اللي خلونا نعيش هيك أشياء يعني حلوة. كتير حبيت مشاركتي بمخيم العب وتعلم، كتير استفدت من المخيم وتعلمت أشياء جديدة ومفيدة، وبشكر وكالة بيتمان القدس. اسمي ريتا جعانين، بشكر وكالة بيت مال القدس على الفرصة الحلوة اللي أعطونا نشارك بالمخيم، وتعلمت كتير من المخيم واستفدت منه كتير وتعرفت على ناس كتير. كان المخيم كتير حلو واستفدنا منه، وكان في زوايا مثل زاوية القصص استفدنا منها وكانت كتير حلوة، وتعرفنا على ناس جداد وشكرا. شاركت في مخيم العب وتعلم، أكتر زاوية حبيتها في المخيم فزعة، لأنه علمونا كيف نتعامل مع الحريق أو إذا صار معنا حريق، وعلمونا كيف نستخدم طفاية الحريق، وبشكر بيت مال القدس لأنهم خلونا نجرب هاي التجربة في المخيم. كانت تجربتي كتير حلوة بالمخيم، وتعلمنا من المخيم أن نكون متعاونين أكثر، وبشكر بيت مال القدس على هاي الفرصة الحلوة اللي خلتنا نشارك بهذا المخيم. أنا سيدرا، اشتركت بمخيم إلعب وتعلم، أكثر زاوية حبيتها المنتفخات اللي رفهتنا، وبحب أشكر المغرب اللي أعطتنا فرصة نشترك بهيك مخيم.